مساء الرضا، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. اكيد طبعا انتم مرة وأني كنت في السعودية طلبتوا مني طريقة الشكشوكة، واكيد الكل او الاغلب يعرف طريقة الشكشوكة، بس هذه شكشوكة على طريقة امي الله يرحمها، لذيذة من اعماق القلب. نحن نقول يعني شوفوا، هو اللي دايما نقول لك السهل الممتنع، يعني هي سهلة بس مش الكل يعرف يضبط الشكشوكة. أما تطلع معاه كده سنة، يعني طعم زهامة البيض، أو تطلع معاه ناشفة. واليوم بعلمكم بالشكشوكة بطريقة جدا روعة. شوفوا هنا أضفت كمية من الزيت، وعادي زيت وبصل مفروم ناعم. شوفوا البعض شوفوا يعمل ليش بصل، يعمل ليه بالطماطم انتم عارفين، لكن نحن نعمل له شوية، الأغلب يعمل له بصل والبعض لا. وهنا حطيت فلفل حار اختياري، إذا عندكم أطفال أكيد ما بتعملوش فلفل حار، أو في بعض الأطفال يحبوا الفلفل. شوفوا نحن عيالنا يعجبهم البسابيس زي ما نقول. هنا حطيت فلفل، وهنا طبعا صلصة طماطم حاجة بسيطة، ملعقة صغيرة تمام. ومرات لما تكون الطماطم حمراء ما أضيف صلصة. وهنا عندي كمية طماطم، يعني شكشوكة يعني طماطم كمية يعني كثيرة. وشوفوا الشكشوكة لازم يكون الطماط أكثر من البيض، مينفعش تخلوا البيض أكثر من الخضار أو الطماطم. ولازم كمان الطماطم ينشف حق الماء. هنا ضفت ملح، وبس الشكشوكة نضيف لها ملح وفلفل، وأضفت كمان السكر. أمي تضيف شوية سكر للطماطم، ولازم قلت لكم الطماطم ينشف الماء حقه، لأن إذا ما نشفش الماء حطيته البيض وفي بيض طماط الماء بيطلع البيض عندكم زهم سنة مش حلو. وحطيت فلفل رومي اختياري، مرات ما أضيفش فلفل رومي بس أني أعطي له طعم حلو. شوفوا هنا عندي تمام نشف عندي الماء حق الطماط، ببدأ إيش أهرسه، يا أما بقلص أو بكوب أو بالملعقة، أحاول إنه شوفوا هو ينهرس لأنه دبل الطماط، وإذا في بو ماء كمان خلوه ينشف. أنا الآن خلاص كده حسيت إنه تمام، الطماطم عندي تسبكت تمام والماء تبعي نشف تمام. الآن بضيف رشة كزبرة، وهي اللي تعطيها الطعم العدني. ها يعني صراحة دايما الشكشوكة العدنية تجي كده حمراء، وتعرفوا زي إيش قوامها، زي المخ نحن نسميها، تعرفوا لما نطبخ المخ حق اللحم، فهي كده قوامها. الآن بعد كده خليتها شوية يعني تدبل مرة ثانية، أنا حسيت إنه في بها ماء، خليته لما ينشف، واحس انه الزيت طلع خرج، يعني الزيت اكثر شيء. الان بخفق البيض، ممكن تضيفوا البيض كده يعني حبات بعدين تخفقوه، لكن انا احب اخفقه بعدين اضيفه للشكشوكه. واضيف فلفل اسود، رشه من الفلفل الاسود، ما في بيش ابدا بهارات الشكشوكه، ملح وفلفل اسود. لا تعملوش بهارات كمون كزبره، ده يقع الا قدر كشنه مطف صنونه بتقع وبس. ولازم كده تخلوها الشكشوكة قوامها رطب، يعني قلت لكم زي المخ، نحن تعرفوا من نطبخ المخ، اللسان والمخ ولا حق اللحمة، يعني راس اللحمة، فنحن كده نعمله. شوفوا كيف طري، يرجع كده رطب طري، وما تخلوش تنشف لأنه إذا خليته تنضج الآن خلاص هو استوى، لأنه إذا خليته البيض ينشف يقع كمان سنة، يقع كده زهم البيض، ما يطلعش حلو إذا نشفت، وإذا كان في بو ماء كمان يرجع صناع زهم. فيعني الشكشوكة هي السهل الممتنع، الكثير يعرف يعمله لكن الكثير ما يعرفش يضبط. البعض يعني احنا نقولش الكثير، البعض ما يعرفش يضبط كده، تقول تاكلوها تحسوها كده زهمة، وبعضهم يحبوش الشكشوكة لأنه كده طعم البيض الصناع، وده لأنه الغلط فيها ماء، أو إنه كده خلوها ناشفة كثير، لأنه البيض لما ينطبخ أكثر من وقته يطلع شنص زهم كثير يطلع. وكمان بالبيض المسلوق، البيض المسلوق إذا انطبخ أكثر من وقته يطلع مش حلو طعمه، عرفتوا كيف؟ فالبيض قلت لكم السهل الممتنع اللي لازم تطبخوه بشكل يعني صحيح. وبس هذه شكشوكتنا. طبعا أنا كان معايا الفطير أو الخبز المشلتت أو الفطير المشلتت، أكلناه معاه كان جدا روعة، وأنتم تاكلوا مع اللي تحبوه. طبعا أنا عاملة لكم بآخر الفيديو أشياء في المطبخ وأشياء اشتريتها ومنظمات، عشان يعني هي للفايدة بصراحة، بقول لكم إياها دايما أني أصور لكم أشياء عشان تستفيدوا منه، والحاجات اللي ما بتستفيدوش منه أكيد أبدا ما بصورش. بس إذا وصلتوا لهنا لا تنسوش الاشتراك في القناة، تفعيل جرس الإشعارات، ولايك وكومنتس حل منكم. وشوفوا هنا اشتريت هنا في مصر هذا منظم الوطنية، لأنه أنا عند الغاز عندي درج الغاز درج سحاب، لأنه الفرن هناك ما يرضيش ينفتح،
شوفوا كيف، فهم لما يشبكوا الغاز إن شاء الله أنا عندي اسطوانة، لكن لما نشبك الغاز بيكون هذا رف بيكون هنا. فأنا جبت هذا مؤقتا أحط فيه الزيت، قرار يعني هو سحاب، وكمان هنا درج سحاب، ولأنه ثلاث أرفف الرف الأخير حطيت فيه بو أغراض، نظمت فيه يعني الأغراض، هو مش منظم كثير الأدراج، بس حطيت فيه القطاعات وكذا. وهنا شوفوا عندي دولاب المقسمات للتباسي للصواني، جدا حلو يعني. هو أنا صورتكم للاستفادة، والآن برويكم صينية الخبز اللي أنا عمل في بيت عيش. أنا كانت معايا واحدة أخذتها من نون، موقع نون، والصراحة صدت عليا هنا لما أجيت مصر لأن الرطوبة، فجأة لقيتها صدت لأني غلط أني غسلتها، أنا ما غسليش كنت، فلما غسلته ومع أني نشفته وطلعته على النار كمان تنشف، لكن بالأخير صدت عليا، أجد يعني استخدمها مصدية، احنا نقول فعلا دحلت تمام. لكن أنا معايا من زمان هادي، معايا هادي ستاين ستيل وما تصديش، يعني أنا خدتها من ساكو لسنين معايا، فكانت قريبة ما استخدمتهاش لأنها كانت بالكراتين، ويعني مش قصة طويلة، فما استخدمتهاش، فخلاص فتحته خلاص طلعته وفتحته. فهذه حلوة جدا، ممكن تلاقوها في أمازون في مواقع يعني، هذه ما تصديش أبدا، هي مكتوب عليها ما تصديش، وهي فعلا ستاين ستيل ما تصديش، بس يتغير لونه مع الحرارة القوية، حلوة جدا تتغسل وعادي، مش زي هذيك انتم تشوفوها بآخر الفيديو. كمان شوفوا كمان تنفع للغاز اللي الغاز الكهربائي، بس الحتة المغناطيسي الغاز الحتة الحراري ما ينفعش، عرفتوا؟ لأن هي مش ما يمسكش فيها المغناطيس، تدخل كمان غسالة الصحون، يعني حلوة جدا. إذا حابين تاخدوا لقطة شاشة عشان تطلبوها إذا لقيتوها في أي موقع اطلبوها، لكن أنا ما أعرفش يعني ممكن فين تلاقوها. هذه هي صورتي عشان تاخدوا سكرين شوت أو صورة، وهذه قلت لكم في الآن بتشوفوا بآخر الفيديو اللي صدت علي، حاولت أدهنه، هذه صدت يعني لأني غسلتها، لو ما كانش غسلتها ما كانت صدت عليها، لأني ما غسليش يعني، بس أمسحها كده بفوطة وخلاص، لكن خلاص لما هي صدت عليا حاولت إني أغسلها بالخل وادهنها بزيت، بس شوفوا كيف. فمش عارفة إيش أسوي، إذا عندكم حاجة يعني، لأنه هذه بداية الشهور حقي صعب إني أرميها، عرفتوا؟ غالية عليا أكيد ما بستخدمهاش، لكن إذا في له حل اكتبوا لي، يعني إذا في حل يبعد الصدى أو يعالجه أو ممكن يعني فكرة. وبس والله هذا كان الفيديو، لا تنسوا تشتركوا في القناة، تفعيل جرس الإشعارات، ولايك وكومنتس، حلو منكم.